بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة المحاضرة رقم 3 للصف الثاني الثانوي الترم الثاني. كنا خدنا على مدار المحاضرتين اللي فاتوا لغاية درس الضغط الجوي. النهاردة أول حصة للتطبيق. بنبدأ بالأسئلة من البداية خالص حسب النظام اللي احنا بنتبعه في نظامنا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. تخير الإجابة الصحيحة. 1. في الجدول التالي مجموعة من المواد وكثافتها، فعند وضعهم في إناء واحد يكون الترتيب من أسفل لأعلى. ركز كده، قال الترتيب منين؟ من أسفل إلى أعلى. نقصد إيه من أسفل إلى أعلى؟ يعني اللي هيبقى في الأسفل هو السائل الأكبر كثافة، وهيبقى اللي يعلوه هو السائل الأقل كثافة. لما فهمت من دي فهمت يقصد ان يسألني انا عايزك ترتب لي الكثافات من الاكبر للاقل. انا كده ابص للجدول، فين اكبر رقم في الكثافة؟ هنا فعلا هي كثافة الزئبق، يبقى ده السائل الاولاني. طبعا احنا بنعد من تحت، ثم مين الرقم اللي يليه؟ 1040 اللي هو الدم، يبقى فوقيه الدم. طيب مين بعد كده؟ قال لي المية ب1000، يبقى دي رقم 3. ثم بعدهم الكحول ولا بنزين؟ لا، البنزين اكبر من الكحول، يبقى ده رقم 4. وفي النهايه اللي هيبقى على السطح هو الكحول. يبقى انا ماليش علاقه بالاختيارات خالص، انا ببص انا وانت هنا. يبقى الترتيب هيبقى الاكبر كثافه زئبق، ثم فوقيه على طول مباشره الدم، ثم الميه، ثم البنزين، ثم الكحول. نشوف الترتيبه اللي احنا قلناها دي انهي اختيار. هنلاقي الترتيبه بتاعتنا اللي بتقول زئبق ثم دم ثم مية ثم بنزين ثم كحول هي الاختيار رقم ب. بعد كده كثافة الزيت عند درجة 20 سيليزيوس نقط كثافته عند درجة 30 سيليزيوس. قلنا في درس الكثافة ان الكثافة من ضمن العوامل اللي بتتحكم فيها هي درجة الحرارة، ودرجة الحرارة بتتناسب مع الكثافة تناسب عكسي. تناسب عكسي يعني كل ما درجة الحرارة تزيد الكثافة تقل. هو بقى بيقول لي الكثافة عند درجة 20 سيليزيوس نقط الكثافة عند درجة 30 سيليزيوس. طبيعي درجة الحرارة 20 أقل من درجة الحرارة 30، يبقى الكثافة بتاعتها أكبر من، لأن الكثافة بتتناسب عكسي مع درجة الحرارة. الشكل التالي اللي مرسوم دوت يمثل ثلاث أجسام في حوض في مية. الجسم A يطفو على سطح المية، يبقى معنى كده ده كده كثافته أقل من كثافة المية، ده كلام إلى حد ما عندنا من الابتدائية برضو. الجسم C ده جسم يغوص، يبقى معنى إنه غص، يبقى ده كثافته أكبر من كثافة المية. هيسألني بناء على المعلومات دي معلومات. أول معلومة بيسألك أي الأجسام كثافته النسبية أقل من الواحد؟ معنى كلمة إن كثافة الجسم كثافته النسبية أو كثافة المادة تبقى أقل من واحد، معناها إن كثافتها أقل من كثافة المية. لأن أنت لما بتجيب الكثافة النسبية لمادة بتقول عبارة عن كثافة المادة على كثافة المية اللي احنا عرفنا إنها بكام؟ بألف. فبالتالي عشان دي تطلع لي رقم قليل لازم البسطة أقل من المقام، يعني لازم المادة تبقى كثافتها أقل من كثافة المية. عشان كده بيقول لي أنهي جسم من دول كثافته النسبية تبقى أقل من الواحد؟ أنا ترجمتها يعني تبقى كثافة المادة دي أقل من كثافة المية. يعني مين؟ يعني الجسم اللي هيطفو على سطح الماء اللي هو إيه؟ طيب أي الأجسام كثافته أكبر؟ خلاص ما هي الأولانية فهمتني التانية. أكبر يعني معنى كده أكبر من كثافة المية، يعني معنى كده الجسم ده يغوص في الماء، يبقى الإجابة هي C. بعد كده السؤال رقم 4. في الشكل المقابل رسم لي الشكل اللي قدامي دوت عبارة عن ميزان، الميزان الكفتين كفة فيها مادة اسمها A وكفة فيها مادة اسمها B. الكفة B طب شوية عن A، يعني هنا بتقول ان الكتلة اكبر، يبقى ده كتلته اكبر ده كتلته اقل. دي انا استفدت بيها من الرسمة. بيقول لي الاثنين متساويان في الحجم ومحطوطين على الميزان، فبيسألني الاسئلة. الف
هل الجسمين دول متساويين في الكتله؟ طبعا الاجابه دي غلط، ده انا قايل ان دي طبعا دي شويه يعني كثافته يبقى كتلته اكبر. الجسمين لهم نفس الكثافه غلط، لان الكتله هنا مختلفه فبالتالي كده الكثافه مش ثابته. كثافه الجسم ايه اكبر من كثافه بي برضه غلط، لان احنا عارفين ان الكثافه بتتناسب طردي مع الكتله، فالجسم اللي كتلته اكبر تبقى هو الجسم اللي كثافته اكبر، فبالتالي ايه كتلته اقل، لا يبقى كثافته اقل، يبقى الاجابه دي برضه غلط. كثافه بي اكبر من كثافه الجسم ايه، ايوه العباره دي هي الصحيحه، عشان كتله الجسم بي اكبر من كتله الجسم ايه، يعني كمان انت بتجاوب بالتعليل بتاعك كمان. بعد كده خمسه بيقول لك كثافة قطرة المطر نقط كثافة السيول اللي سحبناها من أسطح المنازل. وهنا المعلومة اللي أكدنا عليها، لو أنت بتتكلم على نفس المادة يبقى الكثافة بتاعتها هتفضل ثابتة، كثافتها هتفضل ثابتة ماشي، طالما عند ثبوت درجة الحرارة، طالما درجة الحرارة ثابتة والمادة اللي بنتعامل معاها هي نفس المادة يبقى الكثافة ما بتتغيرش. يا جماعة تاني، طالما بتعامل مع نفس النوع من المادة ودرجة الحرارة ما ذكرش انها اتغيرت، يبقى الكثافة بتاعتي ولا لها علاقة بالكتلة ولا لها علاقة بالحجم. انت بتقول هنا قطرة مطر، طب ما هي مية، سيول كمية المية اللي كانت على أسطح المنازل نتيجة المطرة دي أو كمية السيول اللي كانت في الشارع برضو هي مية، يبقى الإجابة بتساوي. طب ناخد نفس المعلومة بشكل مختلف، متوازي مستطيلات من الألمونيوم، يعني المادة بتاعتي هي ألمونيوم، كثافتها 2700، أعدنا تشكيلها حيث زاد الطول للضعف زاد الحجم، فإن كثافة المادة، هو أنا دلوقتي بتكلم على المادة المستطيل بتاعي من الألمونيوم، زودت الطول نقصت الطول مهما غيرت، الراجل ده مأكد لي عند ثبوت درجة الحرارة، يبقى الكثافة برضو يا مستر هتظل ثابتة، يعني 2700 يا أستاذ محمد. السؤال رقم 7، أي الأشكال البيانية تعبر عن العلاقة بين كتل قطع من الألمونيوم؟ بص المعلومة عمالة تتعاد بكذا شكل ازاي؟ وكثافتها عند ثبوت درجة الحرارة، يعني الكتل دي الكتل مختلفة بس من مادة الايه؟ الألمونيوم، يعني انت بتتعامل مع نفس المادة لن تتغير المادة وبالتالي وكمان درجة الحرارة ثابتة، يبقى اذا الكثافة بتاعتها هتبقى ثابتة، يبقى انا هدور على العلاقة اللي بتقول ان الكثافة ثابتة مهما تغيرت كتل المواد، العلاقة الثابتة اللي هي علاقة جي. رقم 8 بيقول لي النسبة بين كثافة المادة الى الكثافة النسبية لنفس المادة، ما تخرفش وما تدبش الإجابة على طول من لسانك، ركز في اللي بتقراه. طب ما انا هكتب القانون بتاع الكثافة والكثافة النسبية، انا دلوقتي عندي قانون كثافة المادة مش بيساوي حاصل ضرب الكثافة النسبية في كثافة المية اللي هي بكام؟ بألف. طيب هو بيقول لي النسبة بين كثافة المادة إلى كثافتها النسبية، يعني حاصل قسمة كثافة المادة على كثافتها النسبية اللي هي الرو شرطة، يعني الرو شرطة دي هتروح مقام، هيتبقى لي هنا من القانون كام؟ كثافة المية اللي هي سائل على قيمتها العددية اللي هي ألف. بعد كده كنا قلنا ملحوظة في منتهى الجمال، قلنا ان الكثافة بتاعت المادة بتتساوى مع كثافتها النسبية لو وحدة القياس جرام لكل سنتيمتر مكعب، قلنا الملحوظة دي ملحوظة متفوقين، اتعمل عليها صيغة سؤال جميلة جدا، يقولك دائما القيمة العددية للكثافة المطلقة اللي هي الكثافة العادية بوحدة جرام لكل سنتيمتر مكعب نقط كثافتها النسبية. بص الوحدة، بص الوحدة كويس، جرام لكل سنتيمتر مكعب، اتفقنا لما تبقى الوحدة جرام لكل سنتيمتر مكعب تتساوى الكثافة العادية مع الكثافة النسبية، لسانك بقول تساوي، يبقى الإجابة لسانك نطقها لوحده. بعد كده السؤال رقم 10 بيقول لي عند تفريغ الشحنة الكهربية من بطارية سيارة كثافة المحلول، لما اتكلمنا عن التطبيقات قلنا أثناء التفريغ الكثافة
بتقل بسبب تكوين كبريتات الرصاص. طيب بعد كده نكمل أسئلتنا مع بعض. السؤال رقم 11، عندما تكون كثافة الدم لمريض 1000، فمن المحتمل ان المريض ده يكون مصاب بايه؟ احنا عرفنا ان كثافة الدم الرنج الطبيعي بتاعها من 1040 ل 1060، وقلنا اذا زاد تركيز او اذا زادت كثافة الدم اثناء الزيادة يبقى كده المريض محتمل انه يصاب بالحمى الروماتيزمية او بالنقرس، انما لما تقل قلنا يحتمل الاصابة بمرض الانيميا. انت هنا بتقول كثافة الدم بكام؟ 1000. 1000 يعني اقل من معدلها الطبيعي، يبقى ده احتمال الاصابة بمرض الانيميا. بعد كده مسائل، وعاء معدني كتلته فارغ، يعني دي الام، كتلة الاناء فاضي بس بخمسة، وكتلته مملوء بالمية، يعني دي كتلته بالمية اللي فيه، تمام؟ هتبقى 55، وكتلته مملوء بالزيت، يعني دي كتلته وهو مليان بالزيت ب45. عايز الكثافة النسبية للزيت. طبعا انا وانت لما شفنا البيانات لقينا البيانات مديني كتل، فانا فاكر مع استاذ محمد رياض ان في قانون رو شرطة بيساوي كتلة المادة على كتلة المية. هنا المادة بتاعتي اللي هي الزيت، انا عايز كتلة الزيت بس، هي مش دي كتلة الزيت بالاناء نفسه. الاناء نفسه 5 كيلو، وكتلة الاناء وهو بالزيت اللي فيه ب45. يبقى انا لو عايز كتلة الزيت بس اطرح ال 45 ناقص الخمسة اللي هي كتلة الاناء الفاضي. طب كتلة المية بس، برضو ال 55 دي هي كتلة الاناء بالمية، انا عايز كتلة المية تبقى 55 ناقص 5، اقسم تطلع 40 على 50، الصفر راح مع الصفر تطلع 8 من 10، وادي الإجابة المظبوط. بعد كده برضو من الأسئلة الجميلة جدا جدا جدا، أستاذ محمد نبه وقال أنا وإنت لو بنقرأ مسألة لقينا في قلب المعطيات أعطى كثافة، بص بص علمتك الملحوظة دي، لو في المعطيات وجدت كثافة نسبية أو وزن نوعي اضربها في 1000 حتى تصبح كثافة المادة العادية، لأن هي دي اللي تهمني في تطليع البيان. إذا كان الوزن النوعي للكحول 7 من 10، أقول له لا، الرو بتاع الكحول أدي 7 من 10 زي ما محمد رياض نبهني، أضربها في 1000 تبقى 700، يبقى أنا كده طلعت المعطى مظبوط. فإن كتلة منه، يعني طالب مني الآن الكتلة دي حجمها، أدي الفي 1 بس اللتر، احول اللتر اضرب في 10 اس سالب 3. انا ما بشتغلش بلتر، نظامنا الدولي بيشتغل بالمتر مكعب، فلما تجي لي حاجه باللتر بضربها في 10 اس سالب 3. طيب افتكر المثلث بتاع الكثافه كده، دايما بنحب نعمل البتاعه دي عشان انا وانت ما نغلطش. هو ادي الرو وادي الام وادي الفي، انا مديني الفي ومديني الرو وطالب الام. طب يا بطل بص للمثلث، اما تساوي رو في في، الرو جبناها 700، الفي 1 في 10 اس سالب 3، اضربها على الاله الحاسبه تطلع 7 من 10، كده انسان محترم. بعد كده بيقول لي رقم 14، يقاس الضغط بوحده. طبعا وحدات قياس الضغط افتكرها لانها وحدات في غايه الاهميه. اول وحده قلنا نيوتن على المتر المربع اللي بتساوي جول على المتر المكعب، الأجمل بقى كيلو جرام على متر في ثانية تربيع. أدور أنهي فيهم، نيوتن في متر تربيع، طبعا غلط، المفروض تبقى على متر تربيع. نيوتن في متر سالب 1 غلط، هي المفروض تبقى نيوتن في متر سالب 2. كيلو جرام في متر سالب 1 في ثانية سالب 2 فعلا، لأن كل اللي عمله أطلع الحاجة من المقام للبسط بتطلع بعكس إشارة الأس. 15 قوة مماسية، أهي كلمة دي السؤال. السؤال في كلمة مماسية، قوة مماسية قدرها 10 نيوتن، يعني دي الاف، تؤثر على سطح مساحته، ادي الايه بس عشان سنتي مربع هضربها في 10 اس سالب 4،
طالب مين الراجل ده؟ الضغط. بص انت انخدعت على العشرة وانخدعت بالمية، انا ما انخدعتش زيك. هي دي قوة ايه؟ مماثية. يعني ايه مماثية؟ يعني قوة موازية. اتفقنا عشان يبقى في ضغط لازم القوة اللي بتأثر تأثر عمودي. هنا ضحك عليا وخلى القوة موازية، يبقى اذا الضغط بيساوي صفر. بعد كده السؤال رقم 16، في الشكل المقابل نقطة في باطن سائل معرضة للهواء الجوي، أي العلاقات التالية تعبر عن العلاقة بين قيمة الـ H والضغط، قيمة العمق والضغط؟ طبعا ده الإناء، ده القاع بتاعه، ده الإناء بتاعنا ماشي، وادي السائل تمام، ادي العمق. هو احنا عارفين ان كلما زاد العمق الضغط هو كمان بيزيد، لان القانون هنا في الإناء المفتوح بي بتساوي بي اي زائد اتش رو جي، فبالتالي العمق بيتناسب مع الضغط تناسب طردي. بس خد بالك الراجل ده قال لي الإناء معرض للهواء، يعني الرسمة البيانية هتبقى علاقة طردية، بس ما بتبدأش من الصفر، بتبدأ من أقل قيمة وهي قيمة البي اي، يبقى فعلا الإجابة رقم ألف. بعد كده 17، في الشكل المقابل ثلاث أواني مملوءة، بيسألني الأكبر في الضغط اللي بيأثر بيه السائل على القاع. لسه قايلين فوق إن الضغط بي بتساوي بي اي زائد اتش رو جي، أو ضغط السائل بس اتش رو جي. هل مساحة المقطع من العوامل المؤثرة في الضغط في السوائل؟ لا، الضغط، الجملة دي مهمة جدا 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 جدا، في السوائل لا يتوقف على مساحة المقطع، الضغط في السوائل لا يتوقف على مساحة المقطع. فبالتالي مش فارقه معايا هنا مساحة المقطع إذا كانت كبيرة ولا صغيرة، ليه؟ لأن ارتفاع السائل في التلات أنابيب متساوي، إذن الضغط هو كمان متساوي بسبب تساوي ارتفاع السائل، وما قالش إن السوائل مختلفة برضه. ب، السائل الأكبر قوة ضغطة، طب هنا القوة F بتساوي B في A، فهنا في علاقة بين القوة والمساحة، علاقة طردية، يعني إذا زادت المساحة زادت القوة، إنما الضغط ما بيتأثرش، الضغط ما بيتأثرش، لأن الضغط له علاقة بالإتش بالرو بالجي فقط، ملوش علاقة بالمساحة. بس هنا القوة بقى، سؤال تاني بيسأل على القوة، لا القوة له علاقة بالمساحة وعلاقة طردية، يبقى أكيد الإناء الأكبر مساحة للقاعدة بتاعته هيبقى هو الأكبر في القوة. مين هنا فعلا أكبر المساحة؟ هو الإناء جيم، يبقى هو الأكبر في القوة. فميزة سؤال زي ده خلاني ميزت ما بين الضغط وما بين القوة. رقم 18، في الشكل المقابل الإناءين يحتويان على سائلين مختلفين بما في نقطتين A و B، والنقطتين دول على ارتفاع واحد، يبقى الضغط بتاع A نقط B. ناس متسرعة هتقول لك احنا قلنا جميع النقط الواقعة في مستوى واحد يبقى ضغطها متساوي. خد بالك يا فندم، كانت النقط دي تقع في نفس السائل فكانت الكثافة ثابتة. هنا واخد لي نقطتين على ارتفاع واحد، بس انت واخد بال سيادتك ان البي بتساوي اتش رو جي، هو هنا الارتفاع ثابت وعجلة الجاذبية ثابتة، بس هنا الضغط بيتناسب طردي مع كثافة السائل، لان انا عندي سائلين مختلفين في الكثافة، فبالتالي السائل اللي كثافته اكبر هو اللي يبقى الضغط بتاعه اكبر، والارقام موجودة. مين السائل اللي كثافته اكبر؟ هو المية، يبقى اذا ضغط المية اكبر اللي هي تمثل النقطة A، يبقى اذا ضغط النقطة A اكبر من ضغط النقطة B. 19، الشكل التالي يوضح العلاقة بين الضغط والعمق في عدة سوائل، عايز ترتيب الكثافات. مش قلنا هنا يبقى الخط اللي زاوية ميله اكبر هو اللي تبقى كثافته هو الاكبر، لان احنا هنجيب الكثافة من الميل. طب بص كده، ادي زاوية ميل B و A، دي زاوية A، وادي زاوية ميل B، وادي زاوية ميل C. مين السائل هنا اللي كثافته
اكبر اكيد اللي زاويه ميله اكبر. مين الاكبر زاويه ميل؟ هو سي. يبقى سي ده هو الاول، ثم بعد كده قال لي بي هو رقم 2، ثم ايه هو ده رقم 3. يبقى اذا الترتيب هيبقى سي هو الاكبر، يليه بي، يليه ايه. طيب فين الاجابه هنا؟ هلاقي الاجابه موجوده عندي، رو سي اكبر من رو بي، ورو بي اكبر من رو ايه. الاجابه رقم الف. 20، الشكل البياني المقابل يمثل علاقة ضغط سائل مرة على الأرض ومرة على القمر. أي ممالي يمثل، يعني بيسألني مين الخط اللي يمثل A ولا B مثلا، اللي يمثل الضغط بتاع السائل على الأرض ولا الضغط على القمر. أنت بتقول أرض وقمر، يبقى هنا حدث اختلاف في عجلة الجاذبية الأرضية. والمرة الألف B بتساوي H رو جي. هنا عجلة الجاذبية بتتناسب ايه مع الضغط؟ بتتناسب طردي. يبقى اكيد اللي عجلة جاذبيته اكبر هو اللي هيبقى ميله اكبر لانه يمثل الضغط الاكبر، واللي عجلة جاذبيته صغيرة هو اللي هيبقى ميله اصغر لان الضغط بتاعه هيبقى اقل. فهنا مين اللي زاوية ميله اكبر فعلا؟ ايه. يبقى ايه هو اللي يمثل الضغط على الارض، وبي اللي يمثل الضغط على القمر. ادور على الاجابه دي ان ايه تمثل الارض بالقمر، الاقي الاجابه رقم الف. بعد كده السؤال رقم 21 بيقول لي الشكل البياني المقابل العلاقه بين الضغط والعمق لاربع سوائل. بدانا نلعب بالزوايا بس هنا بالارقام. اي السوائل في اناء مفتوح؟ اناء مفتوح يعني مش بادئ من الصفر دولت كده، لا لان بادئين من الصفر. مين هنا؟ دي وسي هما اللي مش بادئين من الصفر، يبقى دول اللي يمثلوا الاناء المفتوح. دي وسي، فين الاجابه اللي فيها دي وسي؟ يبقى الاجابه اهي. اي السوائل دي اكبر كثافه، يعني صاحب اكبر زاويه ميل، صاحب اكبر زاويه ميل. تعال نجيب الزوايا كده، بص كده ادي زاويه ايه، زاويه ايه ب 30. تعال نجيب زاويه الاستاذ بي، هتلاقي زاويه الاستاذ بي 30 و10 40، الخط هنا اللي بناخد منه الزوايا. زاوية سي، قال لي زاوية سي برضه ب 30. تعال نجيب زاوية دي، لقينا زاوية دي 40 زائد 30 تطلع يا استاذنا 70. ادي الزوايا كتبناها جنب كل واحد. اذا مين من دول اللي زاويته اكبر واحد عشان يبقى هو اكبر كثافه، يعني اكبر زاويه ميل؟ يبقى مين اللي زاويته 70 اللي هو دي. طيب بناء على الارقام اللي كتبناها، اي السوائل دي ليه نفس الكثافه؟ اللي ليه نفس الكثافه، ركز، انت واخد بالك ان ايه زاويته قلت بكام؟ ب 30، والسي برضه زاويته كام؟ 30. يبقى السائلين ايه وسي. رقم 22، الشغل المبذول لدفع 20 متر مكعب ميه، 20 متر مكعب يبقى ده حجم، خلال أنبوبة فرق الضغط بتاعها يعني الدلتا بي أو البي ب10 أس 5 باسكال، والراجل ده طالب الشغل اللي هو الدبليو. طيب أساتذتنا المحترمة، لسه كنا بنراجع مع أسئلة من قبل كده، بنقول إن الضغط قلنا وحدات قياسه، مش كان في وحدة قلناها جول على متر تكعيب لما جبناها من نيوتن على متر تربيع؟ طب ليه دايما الطالب يقولها وحده قياس لما قلبتها له قانون ما عرفهاش؟ طب ما تكتب دي بالرمز، الضغط اللي هو يا استاذنا بي، الجول ده بتاع الحجم بتاع الشغل، اسف، اللي هو دبليو، متر مكعب اللي هو الحجم. ادي من قدرنا من وحده قياس ان انا ممكن استغلها واقلبها قانون وعملتها لك على الشكل المساله. اذا انا عايز دبليو اضرب طرفين في وسطين دي على واحد، هتبقى عباره عن البي في الفي. البي اللي مديهاني ب 10 اس 5 في الفي اللي هي 20، تبقى 20 في 10 اس 5 الناتج اللي قدام. بعد كده درس الضغط الجوي الجميل. يستخدم جهاز البارومتر الزئبقي في حساب، لا دي كل الناس نطقتها معايا، في حساب الضغط الجوي. طيب عند زياده مساحه مقطع الانبوبه البارومتريه للضعف، فإن ارتفاع الزئبق، أنت مش واخد بالك لما كنا بنتكلم على العوامل اللي لا تؤثر، كان في حاجات لا تؤثر في ارتفاع الزئبق ولا قيمة الضغط الجوي، كان من ضمنهم مساحة مقطع الأنبوبة، وكان حاجة كمان
كنين الأنبوبة البارومتري. يعني لو مساحة المقطع اتغيرت، لو الميل بتاعي اتغير، العاملين دول ما بيأثروش في ارتفاع الزئبق. هنا بيضحك عليا وعلى عيلي يقول له زادت مساحة مقطع الأنبوبة للضعف، ارتفاع الزئبق. طالبي المتميز قال لك ما بيأثرش بالمساحة، يبقى يا أستاذنا الفاضل يظل ثابت. بعد كده السؤال 25 بيقول لي يؤدي نقط إلى نقص ارتفاع الزئبق في أنبوبة البارومتر. أنا دلوقتي حاجة تخلي الضغط الجوي يقل، أول حاجة تخطر على بالي هقول له فاكر لما قلنا كلما ارتفعنا لأعلى الضغط الجوي بيقل، وكلما هبطنا لأسفل الضغط الجوي بيزيد. طب هو عايز ينقص ارتفاع الزئبق، يعني قصده عايز يقلل الضغط الجوي. يبقى عشان يقل الضغط الجوي لازم أعلى فوق سطح الأرض، يبقى فعلا الإجابة جيم، نقل البارومتر إلى قمة جبل. 26 يزداد ارتفاع سائل المانومتر في الأنبوبة عندك. هنا برضو سؤال جميل، اتكلمنا لما جينا خدنا السؤال العلم بتاع ليه الزئبق هو اللي بيستخدم كمادة بارومترية، كنا اتعلمنا ملحوظة حلوة قوي، إن كثافة السائل بتتناسب عكسي مع الارتفاع. كثافة السائل بتتناسب مع الارتفاع تناسب عكسي، يعني لو الكثافة زادت الارتفاع يقل، ولو الكثافة قلت الارتفاع يزيد. هو بيقول لي أنهي من الاختيارات دي تسبب زيادة ارتفاع السائل؟ هل رفع درجة الحرارة؟ درجة الحرارة ملهاش دعوة بارتفاع السائل. استخدام أنبوبة مساحة مقطعها أكبر، مساحة المقطع ما بتأثرش في ارتفاع السائل في البارومتر. وضعه على قمة جبل، أنا لو حطيته على قمة جبل ارتفاع الزئبق يقل يا أستاذنا مش يزيد. استخدام سائل أقل كثافة، أيوة لأن الكثافة بتتناسب عكس مع الارتفاع، فلو خليت الكثافة أقل الارتفاع هيبقى أكبر. 27 يمكن تعيين عمق منجم باستخدام، دي كانت فايدة جميلة نحسب بها ارتفاع مبنى أو جبل، عمق منجم باستخدام البارومتر الزئبقي. سؤال جميل عن البارومتر، شخص يحمل بارومتر زئبقي وصعد به لقمة الجبل، صعدت به لقمة الجبل يعني ايه صعدت به لقمة الجبل؟ يعني الضغط الجوي يا استاذنا الفاضل هيقل، تروح قايل بتسالك الكلمة دي، بعد كده تفهم ألف ارتفاع الزئبق في البارومتر، مش ارتفاع الزئبق ده هو ده يمثل قيمة الضغط الجوي؟ يبقى الراجل ده بيسألني على قيمة الضغط الجوي، طالما قيمة الضغط الجوي قلت يبقى ارتفاع الزئبق هو كمان هيقل، لان ده اللي بيعرفني قيمه الضغط الجوي. طب طول فراغ ترشلي هو لما ارتفاع الزئبق في الانبوبه يقل ما هيسيب مكان لفراغ ترشلي، ففراغ ترشلي يا استاذنا هيزيد. بعد كده 29 بيقول لك قراءه بارومتر الزئبقي عند نهايه الغلاف الجوي بكام؟ انت بتقول وصلت لقمه الغلاف الجوي، يعني انت كده ما بقاش في اي جزء من الهواء الجوي بيأثر عليك او دايس عليك او مسبب عليك ضغط، فعند قمة الغلاف الجوي في اعلاه بيبقى مفيش ضغط جوي لان مفيش هواء هيبقى دايس عليه. 30 تحويلات الضغط الجميلة اللي اهتمينا بيها امبارح، ضغط قدره 1 مليمتر زئبق يكافئ انهي؟ هو قال مليمتر ايه؟ زئبق. هي المليمتر زئبق ده اللي اسمه يا استاذنا اللي اسمه تور. واحد باسكال بيساوي كام بالبار؟ او احنا اتعلمنا المره اللي فاتت بالاماره كنا محمد كاتب في المخطط بتاعه هنا البار وكاتب هنا الباسكال، كان قال لي لما تحب تحول من بار الى باسكال اضرب في 10 اس 5. طب لما تحول من باسكال لبار قلنا اضرب في 10 اس سالب 5. هنا بيقول لي واحد باسكال كام بالبار، يبقى انا عارف احول من الباسكال الى البار يبقى اضرب في كام؟ الله ينور عليك 10 اس سالب 5. 1.13 من 1000 بار يساوي كام تور؟ هي مش 1.13 من 1000 دي قيمه الضغط الجوي بوحده البار؟ خلاص يبقى اسال نفسك قيمه الضغط الجوي بوحده التور كام؟ 760. طب لو قالها بوحدة سنتيمتر زئبق هقول له 76. 76 تور تساوي كم ضغط جيم؟ نبهتك بيها واحنا بنشرح، لأن العيال كلها تقول لك واحد، غلط.
هو بيقول 76 ايه تور. اجي على جنب اقول له يا استاذنا هو 760 تور هي اللي بتساوي 1 ضاد ج. انت هنا بتقول 76، يعني انت قسمت هنا على 10، يبقى لازم تقسم هنا على 10. يبقى الصفر ده لما يروح مع الصفر يجي لي هنا 1 من 10، مش تبقى 1. بعد كده في الشكل المقابل سؤال او كمسألة في منتهى الجمال، بيقولك في الشكل البياني المقابل اذا كان ميل الخط المستقيم 10 أس 4، مين الميل؟ الميل اللي هو حاصل قسمة الصادات على السينات اللي هي بي على اتش، بي على اتش تديني مين؟ رو جي. يبقى الراجل ده مديك الرو جي على بعضها يلي بتفهم ب10 أس 4. فإن قيمة اكس، مين اكس؟ دي قيمة للضغط الجوي، ده ضغط لأن على محور الصدى. طب قبل ما تكتب قانون الضغط اللي أنت عايزه، هو ده إناء مفتوح ولا إناء مغلق؟ لا، إناء مفتوح. يبقى إذا بي هتساوي بي اي زائد اتش رو جي. ولازم لما أجي أشتغل قوانيني بتاع النظام الدولي، لازم وحدة قياس الضغوط تبقى بالباسكال اللي هي نيوتن على المتر المربع. فانا عندي هنا كاتب لي على قيمه الضغط وحده بار، اللي هو قيمه الضغط الجوي، النقطه دي تمثل قيمه الضغط الجوي بس بواحد ايه؟ بار. بص لسه متعلمين، عشان احول من بار الى باسكال اضرب في كام؟ في 10 أس 5. يبقى البي ايه ما اقولش واحد، اسمها 1 في 10 أس 5 زائد افتح قوس الاتش، مش دي قيمه الاكس الضغط اللي انت عايزها؟ الاتش بتاعتها بكام؟ ب10 في رو جي. رو جي، طب ما الرو جي يا استاذنا ب10 أس 4. اذا اجي اعمل العمليه الحسابيه على الاله تطلع لي 2 في 10 أس 5 بس كال زي ما هو طالبها، يبقى لي 2 في 10 أس 5. وكانت مجموعه من الاسئله الجميله جدا على الجزء اللي تم شرحه. فبالتالي نراجع يا شباب ويا بنات باستمرار، واهتمامنا بيزيد مش اهتمامنا يقل. لازم نتابع كويس ونحل الكلام ده، لان ان شاء الله بعد العودة انا هعتبر ان الكلام ده كلام منتهي، محدش يسأل فيه تاني خالص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.